صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الرجل الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كما هو في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، هل يكفر من قال ذلك كفرا أكبر؟ الكفر الأصغر لا، ما هو كفرا أكبر، لكن كفرا أصغر. وإذا اعتقد أن النجم، إذا اعتقد أن النجم هو الذي يحدث المطر هذا كفر أكبر، أما إذا اعتقد أن النجم سبب هذا كفر أصغر. نعم.